لويس وفرناندو مجددا في أرض إسرائيل بعد تحريره من أيادي دواعش حماس. فالليلة الماضية عند الساعة 1:49 فجرا اقتحمت القوات الخاصة مبنى في قلب رفح، حيث تم احتجاز لويس وفرناندو هناك في الطابق الثاني على يد مخربين مسلحين تابعين لحماس والذين تواجدوا في المبنى، ومخربين تواجدوا في مباني مجاورة. فمنذ لحظة الاقتحام الشقة بإطلاق النار عنق مقاتلو الوحدة الخاصة لويس وفرناندو وحموهم بأجسامهم، ثم اندلعت معركة شرسة كان يشوبها تبادل كثيف لإطلاق النار في عدة أماكن بشكل متزامن في مواجهة العديد من المخربين. ومنذ الساعة 1:51 فجرا شرع سلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية بتطبيق غطاء جوي من النيران من أجل السماح للقوة بالانفصال عن منطقة رفح وبالضرب مخربي حماس. ليكون واضحا، كل ما استهدفها جيش الدفاع في رفح كانت عبارة عن أهداف لحماس من غرف عمليات وغرف تحكم وغيرها. في هذه المرحلة صاحب المقاتلون لويس وفرناندو من الشقة وأنقذوهما تحت نيران بمرافقة قوات جيش الدفاع التي وفرت لهم الحماية في منطقة رفح حتى وصولهم إلى بر الأمان. هذه العملية النوعية البطولية لتحرير المختطفين الإسرائيليين تؤكد عزم إسرائيل بذل كل جهد مستطاع لإعادة المختطفين إلى ديارهم. سنعمل المستحيل وسنعيدهم، لا ننسى المختطفين الإسرائيليين الموجودين لدى دواعش حماس. شعب إسرائيل حي.